تستمر تنازلات حكومة الصخرات لإرضاء تركيا، حيث أفادت وكالتي آكي ونوفا الإيطاليتين أن محافظ مصر في ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير يضع مع الرئيس التركي رجب أردوغان اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية مبرمة لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت تنفذ مشاريع في ليبيا قبل عام 2011. تنازلات كبيرة تقدمها حكومة السراج، فبحسب وكالة آكي الإيطالية رجحت مصادر من مصر في ليبيا المركزي بطرابلس أن تعويضات الشركات التركية تقدر بنحو 3 مليارات دولار. حكومة السراج التي لا يحق لها دفع أي تعويضات عن الفترة التي سبقت العام 2011 لعدم امتلاكها السلطة التشريعية فضلا عن غياب دستور البلاد، تحاول جاهدة وبشتى الطرق نيل رضا الحكومة التركية. إلى ذلك ذكر المصدر أن حكومة السراج ستوقع اتفاقية في مجال توفير الطاقة الكهربائية، فيما قال مراقبون أن عقد أي اتفاقات في مجال الكهرباء مع تركيا يتجاوز لتوصيات متخصصي الكهرباء الذين يفضلون شركات أوروبية وأمريكية لامتلاكها الخبرة والتقنية التي تفتقر لها تركيا. وفي سلسلة التنازلات اجتمع رئيس حكومة الصخرات بوزير خارجية قطر وسفير دولة قطر لدى ليبيا في اسطنبول. مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع بحث سبل توفير الدعم للميليشيات والمرتزقة وتمويل جلب الأسلحة التركية والجنود إلى ليبيا لدعم الغزو التركي وأطماع أردوغان.